رجل بعث زوجته إلى السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ليسألها سؤال جدا مهم. شوفوا هذا السؤال وبعدين تأملوا في الجواب. شنو السؤال؟ السؤال: هل أنا من شيعتكم أم لا؟ شوفوا سؤال كلش مهم. الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين الجنة، فهل أنا من المؤمنين؟ جاءت هذه الزوجة إلى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقالت: سيدتي ومولاتي، زوجي عند هذا السؤال، هل أنا من شيعتكم أم لا؟ وهذا يترتب عليه آثار جدا مهمة، نتائج جدا عظيمة. إذا من شيعتهم عند ضمان لدخول الجنة، إذا مو من شيعتهم مو عند ضمان، مو معلوم يدخل الجنة أم لا، لأن غير المؤمنين عندهم امتحانات أخرى، قد يدخلون الجنة بفضل الله بعد الامتحان وقد لا يدخلون. فأجابت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بجواب، قالت: إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما نهيناك فأنت من شيعتنا وإلا فلا. هاي المسطرة، خلوا المسطرة على حياتكم، نعمل بما أمروا به، ننتهي عما نهوا عنه، فنحن إن شاء الله من شيعتهم وإلا فلا.